دونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان ديالنا أخوات ديالي، كما وعدتكم ديك المرة باللي غادي نحاولوا نقدموا واحد الحاجة اللي كانت تسمعوها بزاف عندي ديكوراتور وعندي ديكوراتريس، اللي هي كتسمى لا بلونش دو توندونس ولا المود بورد ولا لانسبيراسيون مود بورد. دونك هما بجوجهم هاد الأسماء، هاد الثلاثة معروفين، ولكن اللي معروفة بزاف بزاف وكتسمع كاين اللي كيقول لك دي اللي لانسبيراسيون، دونك كدير لانسبيراسيون، كاين اللي كيقول لك لا بغيت تكتب لي المود بورد، كاين اللي كيقول لك البلونج دو توندونس. دونك هما بثلاثه كيتستعملوا بزاف، مي كل واحد على حسب كيفاش هو كيتكلم بها وكيفاش كيقول. دونك على العموم حنا بالنسبه لنا غادي نحاولوا نفهموا هاد لا بلونج كيفاش كتخدم. دونك هي عندها واحد لوبجيكتيف، انك انت كتحدد لو تيم ديالها. شنو هو لو تيم؟ واش هذاك التيم مثلا ديال لي زافريك، واش هذاك البحر المتوسطي، ميديتيرانيان، متوسطي، انتيريور، اكستيريور، فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف. دونك انت اللي كتحدد الروح والانسبيراسيون ديال داك الموديل ولا ديال داك التيم ولا الموضوع اللي بغيت بريزونتي في ديك المود، من خلاف انك انت كتكلم على لو ستيل ديالك، واش لاغ ديكوراتيف، واش بوهيميان، واش لاغ تراديسيونيل، واش على حسب داكشي اللي كنا تكلمنا عليه ديك المره. دونك هنا على العموم ان هادشي كامل غادي نحاول نطفيه، ما محتاجوش انا دابا. دونك ضروري ان خص يكون فيها اللوغو ديالك، ضروري لو تيم انا اختاريت انني نتكلم على هذا الموضوع. هنايا عندي ليسبري ميديترانيان، يعني داكشي ديال البحر المتوسطي، ده هو الفكره ديالي. عندي واحد الشاليه، ولا السيد اللي عنده واحد الشاليه ولا عنده واحد الكابانو وبغى يدلو لاميناجمون، وبغاني نعطيه لو تيم اللي غادي نقدر نبريزونتيه. مشيت درت واحد الريشيرش، دونك الريشيرش هو هذا الريشيرش، كيفاش كتصاوب المود بورد باش انت تتعلم. دونك المود بورد هي واحد البلانش تاك تاك، فيها تصاور، فيها دي فوتو مزيان. كاين اللي كيكتبها مثلا بهذه الطريقه هذه، كيتسمى لي لين دو لي ليغونس دو لين دي لين، مثلا بروجي بلونج دامبيونس صالا مونجي كويزين، يعني هنا كيحاول يطريطي الكويزين وصالا مونجي، وزايد حداها بلونج دامبيونس. دونك كيحط فيها لي زاكسيسوار ديالو كاملين، بريزونطاسيون السميه ديالو. كاين شركات اللي كيديروها، انت غادير الستيل ديالك هنا مثلا بلونج دانسبيراسيون، لو لوغو ولي تكستور، وكيحط لي زاكسيسوار ولا لي ماتيريال اللي غادي يخدم بيه. مثلا هنا كويزين، وعاطيك لي ستيل ديال لا كويزين، حاط لي زوبجي، كلشي، يعني كتحاول تحط جميع ولا انسبيراسيون. مثلا هنا كيقول لك فوالا، وخدم على لو تيم نوار اند بوا، يعني النوار بالبوا ولا كولور نوار، مع نفس المساله هنايا ستوديو ميزانين، نفس المساله هنا، نفس هنا لا بلونج توندونس، لاحظوا لي كولور، لاحظوا لي زيماج. وهنا كاين ان تيم اللي مشترك ما بيناتهم، اللي خاصك انت تشوف وتقول شنو على زاد هاد لي تيكستور هنا، على زاد هاد اللون، على شنو كيعني هذا، شنو كيعني هذا. دونك هذه مساله خاصه بك انت، خاصك انت تجتهد فيها وتقدر تضبط عليها اوامر اخرين. كاين اللي كيرسم مثلا وكيحط لك دي فلاش، كيبروجيطي لك دي فلاش، كيكتب المسائل ديالو باش يسيني في كل حاجه. دونك هنا مثلا تاني هنا اون طوندونس دانتيريور، لاحظوا كيفاش مخدوم داكشي مزيان، عاطينا لا باليت دي كولور، الالوان اللي مستعملين هنا في لي زوبجي. نفس المساله حنا غادي نحاولوا هادو بعض التصاور باش نتوما تحاولوا تانسبير. دونك انا بالنسبه لي في البروجي ديالي ما غاديش نعطي بزاف، مي فكرت انني ندير البحر المتوسطي او ميديتيرانيان. ميديتيرانيان كنشوف شنو هما لي ستيل ديال هاد مثلا هاد الكابانو ولا هاد الشاليه كيفاش غادي نعمرو. فكرت في الاول بلي غادي نقدر ناخد هاد ليماج هادي هي الشومبر، ونحاول نحطها دو كوتي بحال هكا بهاد الطريقه هادي، ما فيها والو. نحاول نسونطري ليماج ديالي، نحاول ان هاد لي كيد هادو نجيبوهم هنا باش نكونوا بعادين على بعد على هاد لابارتي هادي. مثلا نحاول نكادري الورقه ديالي باش داكشي ما يكونش عندي مخربق، حيت كاين بزاف الناس اللي كيمشي كيحط صويره على القنت، ما كاين والو، كتجيب تاني التصويره ديالك بحال هكا. نفس المساله تاني يمكن نمشي نجيب ليماج دو سال دو بان، دونك سال دو بان ما نحطهاش حدا الشومبر، نحاول نحطها في هاد الكوتي هذا. فوالا كنريبريزونتي كل كوان اشنو بغيتو يكون فيه. مثلا هنا هنا يمكن لي نعاود نرجع تاني نمشي نجيب مثلا تيغاس، مثلا لا تيغاس ديالي، نحاول هاد لا تيغاس ديالي نحطها في هاد لونغل هذا، نمينيميزيها لتحت كوم كوا. فوالا، حاول انهم ما يتلاقاوش لي فوتو،
مزيان، نعاود تاني ندخل للدوسي ديالي ونمشي نجيب مثلا عندي هاد ليماج هادي حتى هي، حاول بعدا نفاليدي. ملي كتدخل شي تصويرة دونك خصك تفاليدي، نحاول نجيب هاد لافوطو هادي هنا ونتيرها بحال هكا، حاول ما توصلش اللوغو مزيان. دونك لاحظوا لاباليت ديالي كيفاش بدات كتخدم وكيفاش بدات كتبريزونطا. نسيت الا يمكن نزيد هاد لوبجي هذا بوغ كاسي داك لو ريتم، لان لو ميديتيرانيان كيكون فيه لا كولور بلو مع لا كولور دو سابل مع لا كولور ديال الكوكياج. اذا هي الفكره، هذا هو لوبجيكتيف. حاول انني نحط هذا هنا في هاد الفاره، دونك هذا كبير عليه، نحاول مينيميزي من هاد لافوطو هادي بحال هكا. نحاول ان اي حاجه نحطها ونخلق فيها هذاك لو ديفاساج، حاولت انني نخلي هاد لابارتي هادي خاصه باللوغو وبلو تيتر ديال كل واحد كيكون عنده الفكره ديالو اللي غيقدر هو يديرها باش تكون هي مزيانه. نحاول نزيد هاد القطع هادي ولا هاد لاسين هادي اللي كتعبر على الانتيريور، مثلا كوان دو روبو باش ترتاح انت. هنا عندي هنا الانتيريور، هنا عندي ان صالون ولا اير دو روبو، هنا عندي ليكستيريور سال دو بان، وهنا نقدر نقول بلي لي دو تيم هنا اي سون ديفيرون هذا بارابور هذا. اذا هنا كيبان لك كاين الاختلاف. دونك شنو كيبقى خاصني؟ كتبقى خاصني لي كولور، لا باليت دي كولور. ناخذ ان ريكتانغل ولا ناخذ نورمالمون مادام هنا كنحس بلي عندي بزاف، عندي مثلا هنا ان غون 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 غون، اذا يمكنني نستعمل لي غون ولا نستعمل لي ريكتانغل. نجي نقول لو غون، عطينا غون هكا، اسمح لو غون هكا شيفت ونبوسي هذا نحطو هنا فوالا. نحط هاد لو غون هنا، نقدر نخرج منو نقولو ثلاثة ولا أربعة ديال لي كولور، نوصل خمسة كاع سي با غراف مثلا بهاد الطريقة هادي. ونجي نسيليكسيوني هذا، نكليكي ناخد أول لون اللي غامق اللي مثلا عندي في هاد لابارتي نمونسيونيه، نعاود ناخد الثاني ونقول مثلا الثاني غيكون فيه واحد اللون اللي هو كلير على هذا، ناخد الثالث اللي غيكون فيه واحد اللون اللي هو كلير مثلا هنا، نقدر ناخد الرابع ديال هذا غادي يكون مثلا كولور اللي فيه مثلا لو سابل ولا فيه مثلا هكا ديكراداج دو شي حاجة اللي كدير لك الكونتراست ما بين لو تيم ديالك باش يبان لو تيم ديالك. وبهذه الطريقة هذه كنبانو بلي حنا راه قدرنا نكملو الخدمة ديالنا، وكنتمنى ان هذا الموضوع يكون بالنسبة لكم في جميع المجالات. راه كتخدم في لا بريباراسيون ديال لي كابو، كتخدم في الموبيليي، كتخدم في الكارلاج، في الزليج، يعني اي واحد كيدير واحد لا بلونش ديالو ولا المود بورد ديالو باش يقدر يفيناليزي ولا يبريزونتي للكليان حتى كيشوفها الكليان هكا عادة باش كتكون مزيانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.